ماشي مشكل نمشي انا للحبس، ولكن تبقى غير الاسره ديالي مستور. يعاونونا يحميونا يكونوا معانا ما يظلموناش ما يحبروناش. الظلم مرد به الله، الظلم مرد به الله. ما علمونيش مر الاولياء، قالوا لي راه ما كاينش هنا المنى. كيجي المقدم ما كيقول لنا حتى شي حاجه. كنا في الدار ما جابوناش شي ورقه انني راح نريبو لكم. تسيبوا علينا تسيفوا علينا من هذاك، راه تشدوا خرجوا المراه من ليديها. الدري ها هو كان ناعس، الدري كان ناعس، الدري ناعس في البيت، ماشي في البيت باقا عايشين. حنا اصلا عايشين مع العواد، حيت عايشين حنا عايشين وعايشين وعندنا عادي طوبك تاكل حدانا. علاش حنا مقرومين؟ على خاوفين عمنا ذاك الرعب ديالهم، لانني راه مو عارفين عايجيو عايريبو عايديرو وكذا. وهاد دابا تا الحكومه قالوا لنا لا تا حاجه، تا الحكومه هودوا لنا على البوطه، هودوا لنا على كذا. حنا ماشي كنريبو، وقفوا لنا الخدامه. حنا ساكنين، حنا ساكنين، حنا ساكنين اصدقائي. دا تا الحكومه كنفطروا، كنفطروا اجا في الصباح تا جاو ريبون. لو انني بنيت بلا قانون، بنيت بلا قانون، يعاقبني يديني للحبس. ماشي مشكل نمشي انا للحبس، ولكن تبقى غير الاسره ديالي مستوره. انا نمشي للحبس 6 سنين 7 سنين ماشي عيب، ولكن تبقى الاسره ديالي على الاقل الام تبقى مستوره بعد ما يشوفها شي في الشارع. مراتيش ما تبقاش في الشارع. انا مرا خرجوني للزنقه، دابا انا عنباتو في الزنقه، عنباتو في الزنقه. انا امي، ما انا ما يبقاش فيا، تبقى فيا امي الكبيره. ما عاد دير فيها الزيت، ما كتعرف حتى حاجه، ما تعرف حتى شي حاجه. وكنطلبوا منها ما اش غنطلبوا، ما عندنا نطلبوا من السكن ديالنا. فيه ديروا لنا فين، ياخذوا لنا حقنا وصافي. اليوم اليوم ما انا من اليوم ما عندي في عنبات، انا عنبات هنايا صافي. السكنه ديالي على ريبولي، ما علمونيش مر الاولياء، قالوا لي راه ما كاينش هنا البنا. كيجي المقدم ما كيقول لنا حتى شي حاجه. دابا حنا هنا جوج اسره، ماشي اسره هذيك، كاين هنا جوج. ما عندكم شي فين تمشي؟ ما عندناش دابا فين نمشي. دابا البليسات اللي كنا هذيك راه هو وهازين كريدي، هي هذه حنا بنينا بها. فين غتباتوا دابا؟ ما عندناش فين، غنبقاو هنايا تنشوفوا الحل هنايا. لا ما لا لا والو، لا باقا ما كاين لا والو، والله ما كاين. ما فينا الحراره ديال ما كاين لا والو. هنا غنبقاو تنشوفوا هذا الحل هذا، حيت الباشا جا هو بيدو وهدمنا وقالنا غدا اجوا عندي لهنايا. ودابا حنا غنبقاو هنايا نباتوا هنايا تنشوفوا الحل ديالنا. وحنا هذا الميساج كنبغيو يوصل لسيدنا. حنا بغينا هذا الشيء يوصل للملك، حنا بغينا هذا الشيء يوصل لمحمد السادس، يقلب فينا يسول فينا. حنا الشعب ديالو ضايع، حنا الشعب ديالو ضايع، ضايعين حنا، ضايعين حنا. نطلبوا ربي، نقربوا الله وقربوا الشعب ديالنا يشوف من حنا، يعاونونا يحميونا يكونوا معانا ما يظلموناش ما يحبروناش. الظلم مرد به الله، الظلم مرد به الله. علاش ظلمونا؟ حنا كارين بيت وكوزينه، شنو يدير؟ بيت وكوزينه كات، كاين شي واحد اللي كيعيش بيت وكوزينه والطواليت حداه؟ ها شحال معك العواد؟ عندي جوج. علاش هاد الظلم؟ علاش هاد الحفره؟ ها ما عندنا لا فين نسكنوا ولا ما ناكلوا، كلشي جبنا كريدي، كلشي عندنا كريدي. السلعه ماجور، علاش ضحكونا؟ دابا حاليا فين غنمشيو؟ ما عندنا فين نمشيو، غنمشيو تما وغنفرجو من النعسه، او نعسو غنبقاو هنا تناخذوا حقنا. حنا كنطلبوا من الملك يقلب فينا يشوفنا، يقلب فينا ويشوفنا، والولايه تشوفنا، والمسؤولين يديروا الجهد ديالهم، المسؤولين يديروا الخدمه ديالهم. ما داروش الخدمه ديالهم عايش يشردوا الناس، ديروا الخدمه ديالهم اللي ينصحوا الناس. حنا كنطلبوا من المسؤولين يقلبوا فينا ويسولوا فينا. هذا هو حد الهضره، ولا اله الا الله محمد رسول الله. نجمعوا باش نشوفوا شي بيت ولا شي حاجه فين نباتوا وصافي، لانني الا بدنا هنايا كاينه شويه الصمره، نمشيو لتحت شي شجره وصافي. الامور عاديه دابا، رانا نمشي راه لتحت هذيك النقله وقول له راه هو تما، رانا فين نعيش؟ غنعيش ليه؟ هكا غنعيش، هكا غنعيش في البلاد هذه، واش هذه بلاد تعيشي فيها؟ هكا غنعيش هكا فاقع. صافي مشيو يلاه. اللي كاين اخاي دعوه معنا الدعوه الله، حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. دابا طلعنا الواد المسكين وفلسة ديالها، في الترييب وعلى كتقولوا الشعب حتى حاجه، والمطار راه شافوا من الاخرى وما شافوا كلشي. كتقولوا الشعب مضرور، شائحه
كملتوا علينا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.